اهلا بحضراتكم مره تانية. يبدو ان الكبار ما لهمش حظ في بطوله اوروبا السنه دي. يعني امبارح اتنين كبار ودعوا هولندا وراه منها على طول، البرتغال حامل اللقب، ولسه زملاء بيبلغوني دلوقتي انه كرواتيا كسبانه اسبانيا، واسبانيا في طريقها للخروج لو ما لحقتش نفسها في بطوله غريبه وعجيبه. على كل الاحوال نرجع لملف الدوري مره تانية، والنهارده زي ما حضراتكم عارفين مستر بيتشو موسيماني قرر يبقى فيه راحه، بكره ان شاء الله نرجع للتدريبات مره تانية استعدادا لفتح بقى صفحه الدوري الممتاز بلقاء، يعني لقاء مفترض انه لقاء قوي، لقاء بقى واحد من الماتشات اللي بتحظى بجماهيريه كبيره جدا، وواحد من المطبات الصعبه في مشوار النادي الاهلي لاسباب كتير هتكلم فيها مع حضراتكم ومع ضيفي طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيشرفنا فيه السادسه كابتن احمد عبد الفتاح. اهلا بيك يا كابتن احمد، نور الدنيا. اهلا بيك، وانا طبعا معكم النهارده، والف مبروك للنادي الاهلي لوصول المباراه النهائيه وان شاء الله البطوله العاشره ان شاء الله باذن الله. لسه كنت هبارك لك واقول لك الف مبروك على فوز الاهلي على الترجي وعلى الوصول للنهائي للمره الثانيه على التوالي، وللمره 14 في تاريخ النادي الاهلي ان يوصل لنهائي دوري الابطال. انت حققت بطوله افريقيا مع الاهلي بتهيألي صح؟ سنه 93 بس كانت ابطال ساعتها بقى نسخه ابطال الكاس قبل ما تبقى كونفدراليه بالظبط كده. كان نهائي مع افريكا سبور وكسبنا 1-0 هناك، وبطوله عربيه بتهيألي برضو لما كانت كتير من الجمهور النهارده، يعني جماهير الشباب الصغير في الكوره ما كانش يعرف يعني ايه بطوله عربيه. في التسعينيات انا فاكر ان البطوله العربيه دي يمكن كانت اقوى من البطولات الافريقيه نفسها. في وقت من الاوقات حصل كده مشكله عندنا في اداره النادي الاهلي، كان في مشاكل تحكيميه في البطولات الافريقيه. ايوه. بيتقابل النادي الاهلي في ماتشاته وكده، فجه قرار من الكابتن صالح سليم ساعتها وقتها قال مش هنلعب بطوله افريقيا. فحصل بقى ساعتها سنتين ثلاثه كده ما لعبناش في البطوله. أيوة. فساعتها دخل بقى البطوله العربيه. وكان بطولات قويه جدا جدا. انا حضرت ماتشات فاكر بالظبط 95 كان فيها فرق على مستوى جدا، السعوديه والكويت والمغرب والمغرب والرجاء البيضاوي ده كان بالزبط. ساعتها بالزبط. حاجه كانت ماتشاته الاروع، وكمان تلاقي الجمهور كمان ساعتها كان 100,000 في المباريات كلها وكانت ماتشات جميله جدا. يعني اللعيبه دي مفتقده الجمهور يا كابتن احمد، مظلومين بصراحة. يعني احنا حتى واحنا بنتفرج احنا مفتقدين ان احنا نروح نتفرج على الماتشات. صح. احنا كان دلوقتي كجمهور نفسي مثلا اروح اتفرج على مباراه مثلا النادي الاهلي، اروح مباراه لمنتخب مصر. بتمنى بس بيتهيألي بطوله اوروبا فتحت الباب شويه. الموضوع عندنا مش موضوع دلوقتي كورونا بس، احنا عندنا موضوع امني. احنا من ساعه الثوره واحنا في من سنه الاخرى لا بس انا هقول لك حاجه، في ماتشات طبعا افريقيه ساعه كورونا انا حضرت ماتشات مصر في الاستاد اكيد منتخبات للمنتخبات 100,000 موجودين للمنتخبات بالظبط. لكن مباراه الاهلي يعني مثلا كله تحت السيطره ما تقلقش. طبعا اتمنى طبعا ان شاء الله اول حاجه موضوع كورونا ده ينتهي، وبعدين بقى الموضوع الامني. الموضوع الامني بقى احنا هو سلامه الناس تبقى طبعا في المقام الاول ليها الاعتبار أكيد الاهم. اكيد طبعا يعني اكيد احنا أكيد. ما يعني ما فيش ما يسمح بالمجازفه، ولكن نتمنى انه يرجع حتى ولو الموضوع بشكل تدريجي من الموسم اللي جاي. نتمنى ان موضوع الكورونا ده يخف شويتين. نتمنى ان شاء الله. سامعين على موضوع الكورونا في جنوب افريقيا، وانا يمكن واحد من الاسئله اللي هتكلم فيها، بس قبل ما اجي للاسئله ونفتح موضوعاتنا خليني اخد معاك الاخبار بتاعه النهارده واسمع تعليقك عليها. بدايه طبعا اتحاد الكره الافريقي في حاجات كتير اتغيرت بمجرد خروج الوداد، يعني بمجرد ما خرج الوداد على ايد كايزر تشيفز اصبح النهائي مصري جنوب افريقي اهلاوي كايزر تشيفي يعني بقى في دلوقتي اعتبارات كتير، اولها هو ميعاد المباراه بالظبط، لانه كان في رغبه من الاهلي انه يبدر ميعاد عشان طوكيو بالظبط كده. والنهارده مع وجود جنوب افريقيا حضرتك عارف انه جنوب افريقيا كمان في طوكيو، فيبدو انه الطرفين مش هيبقى عندهم الممانعه، يبقى في النهايه موافقه الاتحاد الافريقي. فالاتحاد المصري كلم او خاطب الاتحاد الافريقي عشان يبقى النهائي دوري الابطال يا 14 يا 15. نتمنى طبعا طبعا في مصلحه كده الوين وين سيتويشن زي ما بيقولوا كله يستفيد. اكيد طبعا عايزين لعيبه النادي الاهلي طبعا شرف ليهم طبعا يلعبوا في طوكيو، ومجموعه من اللاعبين المميزين جدا طبعا هتزيد خبراتهم فيها، وشرف ليهم طبعا يلعبوا في طوكيو. السؤال بقى، هل تتوقع انه مش بس الميعاد اللي يتغير، هل تتوقع انه المكان كمان يتغير؟ لا المكان ما يتغيرش، المكان يتغير محطوط المكان من قبل البطوله. لا المكان لا طبعا مش هيتغير، بس دلوقتي انا عندي سيتويشن بيقول لك انه الوداد بره النهائي ده. دي نقطه واحد. ماشي. كايزر تشيفز ينتمي لمقاطعه اسمها جوتينج في جنوب افريقيا، تم اعلانها يعني حاله خاصه او حاله طارئه متعلقه بكوفيد 19. السيناريو اللي كان عندي قبل كده في دور المجموعات
انه كايزر تشيفز وهو رايح يلعب في المغرب كويس. كان في مشكله كبيره جدا على الماتش والمغرب قال انا مش هستقبل فريق من جنوب افريقيا. فبالتالي هذا السيناريو لو حتى بين قوسين بنسبه 1% قابل للحدوث، ممكن جدا المغرب يرفض انه يستضيف البطوله. وارد. وارد وارد، بس انا يعني متهيألي صعب جدا لان الوقت خلاص ما يسمحش انك انت تاخد قرار زي ده. ولا اتمنى طبعا خلاص المباراه، انه السيناريو صعب. لا صعب جدا. لو صعب. الملعب هيتغير، تشوف انت من وجهه نظرك مين المكان الافضل لاستضافه نهائي دوري الابطال؟ اتمنى لو ينفع الامارات يا ريت. هو لازم يتلعب في افريقيا، بس اتمنى طبعا الامارات. الامارات لان احنا لينا صولات وجولات في الامارات. طيب اتمنى. عظيم كده. طيب نروح لخبر تاني. النجم المصري محمد النني، طبعا ايه رايك في مستوى النني مع الارسنال؟ هو بيستعد للموسم الجديد، وبعتقد انه ارقامه مع الارسنال السنه دي في الموسم ده مع ارتيتا محترمه جدا. 41 ماتش سجل 3 اهداف، واحد من اهدافه بالمناسبه في من احسن اهداف بطولة اوروبا، خد هدف الموسم. بالزبط. رايك في تطور النني الموسم ده مع الارسنال؟ والله النني دلوقتي كابتن من كباتن الارسنال، مواسم طويله وانجازات كبيره جدا بس الموسم ده غير يا كابتن احمد. طبعا طبعا. بص، هي وجهات نظر مدير فني بيجي بيحطه في مكان معين، والنني فعلا قدر ان هو يقنع اول المدير الفني بادائه، ودلوقتي بقى ليه دور اساسي او بديله بينزل دور مهم جدا. النني طبعا من الناس اللي في مصر دلوقتي، شرف كبير جدا لعب في الدوري الانجليزي مواسم طويله جدا. نتمنى له التوفيق طبعا، عشان برضو دي حاجه بتزود اداء المنتخب المصري. طبعا النني من الركائز الاساسيه لمنتخب مصر، وعندنا بطوله مهمه جدا بطوله افريقيا. ممكن يبقى له دور مع المنتخب الاولمبي مع منتخب شوقي غريب؟ لا لا، صعب صعب, صعب. انا مو في ممكن ثلاثه تانيين. انا في ممكن لما نيجي نتكلم كده ممكن اقول لك ممكن ثلاثه يبقوا مين. طيب نروح لخبر تاني. الحقيقه يمكن عندنا خبر على المنتخب البرتغالي طبعا اللي ودع المنافسات، ورغم كده يعني ناس كتير كانت بتشوف كريستيانو رونالدو هتكون ده او هتكون البطوله دي اخر بطوله ليه. رغم كده تصريحاته كلها والبوستات بتاعته والتويتس بتاعته بتقول انه لا، ده راجل عنده رغبه في انه يحضر بطوله كاس عالم ويحضر يورو تاني. بيقول لك انه اللقب اللي جاي عندنا القدره على تحقيقه، وانه المجموعه دي ادت اللي عليها لكن ما وفقناش. لا، كريستيانو رونالدو بدنيا يقدر يلعب له مثلا سنتين ثلاثه كمان. هو طبعا مش هيبقى على قد المستوى اللي بيلعب بيه دلوقتي، كل سنه طبعا بيقل مستواه شويه، لكن هو قادر ان هو مع ادائه البدني مع قوته الجسمانيه لا قدامه مثلا موسمين ثلاثه كمان. طيب خبر اللي كنت بكلم حضرتك لسه فيه، ان اتحاد جنوب افريقيا قرر بشكل رسمي تعليق نشاط الرياضي للهواه لغايه يوم 11 يوليو. وده طبعا بعد مشكله الكورونا وفرض حظر بقى في الدخول والخروج، يعني قللوا جدا فكره الناس اللي داخله المقاطعه او خارجه منها لازم يكون في سبب بداعي العمل او يعني عشان يقللوا الكثافات. وتاثير ده زي ما قلت لك على كايزر تشيفز نفسه كفريق مرشح، يعني مش مرشح، هيقابل النادي الاهلي في البطوله، وتاثيره يمكن احنا اتكلمنا فيما يتعلق بملعب المباراه لسه يمكن ده في علم الغيب زي ما بيقول. بص يا كابتن احمد، بص هو دلوقتي قبل ما يطلع طبعا السفريه بيتعمل مسحه، التست المسحه، فده ده ما فيش مشكله خالص. وزائد هناك لما بيوصل هناك بيتعمل بقره كده ما حدش بيتحرك من خلالها، زي فقاعه طبيه. فقاعه بالظبط كده، زي اللي موجوده كانت موجوده في النادي الاهلي في كاس العالم، كاس الانديه بالظبط كده. فانا شايف ان ما فيهاش مشكله خالص، بس ده بيبقى يعني كلام كتير قبل المباراه لكن انا شايف ان ما فيهاش مشكله خالص. طيب تسمح لي، انا كان هيكون معايا قبل الفصل ارني براندتس، نجم هولندا ونجم ايندهوفن. طبعا. وبالمناسبه هو مدرب برضو، يعني انت زي ما كنت نجم في نادي الاهلي ومدرب بعد كده، هو زيك برضو اختار مجال التدريب. كنت هتكلم معاه. طيب لسه ما جاش. طيب هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه، انا يعني فهمت انه الاتصال وصل. طيب خليني هروح بقى الفاصل ونرجع افتح معاك. طبعا عايز اتكلم معاك شويه على مواجهه الاهلي والترجي، لانه مكسبها ما كانش بس من وجهه نظري التاهل لنهائي دوري الابطال، وان كان ده المكسب الاساسي، لكن بيتهيألي في مكاسب كتير جدا حقق النادي الاهلي من ورا فوز الترجي ذهابا وايابا، ودي نقطه في منتهى الاهميه. وهتكلم معاك كمان على ماتش المنتظر، ماتش اللي احنا جماهير النادي الاهلي طبعا مستنيين يوم الخميس اللي جاي. أكيد. مواجهه كرويه مفترض انها من طراز رفيع. أكيد. بتفرضها الاسماء الموجوده في الفرقتين، والتاريخ المواجهات برضو اعتقد هيضفي على المواجهه دي سخونه. وان كانت النتائج وخصوصا في مشوار افريقيا اعتقد عكس ده تمام، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي كلامنا مع كابتن احمد عبد الفتاح ضيفنا النهارده في السادسه.
مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة. طيب خلينا اسمح لنا كابتن أحمد، يعني وصل لنا مرة ثانية إن إحنا معانا إرني برانديتس مدير فني لفريق أيندهوفن، وكان لاعب سابق طبعا في أيندهوفن، واحد من نجوم الكرة الهولندية والمنتخب الهولندي. هنتكلم معاه سريعا جدا عن خروج هولندا امبارح على إيد التشيك. بداية أهلا بيك على شاشة الأهلي طبعا، وخليني أدخل في الموضوع على طول. خروج هولندا بالنسبة لك كان مفاجأة، خصوصا بعد العروض القوية اللي قدمها في دور المجموعات وتألق عدد كبير من نجومه؟ حسنا، الفريق الهولندي لم يكن في المستوى المطلوب. تعرف أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين في المنتخب، لكن الباقي في مباراة تشيك لم يكونوا بالأداء المطلوب، ولم يكونوا بمستوى ماء بل ماء من المستوى. لذلك أعتقد أنه لم يكن لديهم الإعداد الجيد للمباراة. فرانك دي بوير يتحمل نسبة كم من المسؤولية من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد أنه يتحمل مسؤولية كاملة لأنه المدير الفني، يجب أن يعتني بجميع اللاعبين وأن يكونوا في المستوى الجيد. أنا كلاعب لا أستطيع أن أقاتل في المباراة على المستوى المطلوب إذا لم يكن هناك إعداد جيد على المستوى الفني. وأعتقد أن اللاعبين كانوا جاهزين للخطة لكن لم يكونوا معدين بالشكل الجيد على المستوى الفني. الأسماء اللي موجودة في المنتخب الهولندي أسماء مبشرة، ومنهم الحقيقة كتير من النجوم اللي متألقين مع أنديتهم، وكلها أندية كبيرة أو منتقلين بالفعل في صفقات يمكن تبعتها كل جماهير الكرة في العالم. هل تعتقد أنه المنتخب الهولندي بتشكيلته الحالية بالأسماء اللي بيضمها قادر على الوصول لمنصات التتويج في المستقبل القريب، ولا تظل هولندا يعني بتقدم كرة ممتعة لكنها غير قادرة على الوصول للألقاب أو تحقيق البطولات؟ كما تعلم أن المنتخب الهولندي كان مع كومان، كان لديه أداء أكبر وكان لديه أداء أفضل، والآن هو يدرب فريق برشلونة. لذلك المنتخب الهولندي اعتاد دائما على اللعب بخطة هجومية، ولم يكن أبدا منتخب دفاعي. لذلك يجب على الفريق دائما إذا أراد الفوز أن يكون في منطقة الجزاء ليفوز، ويجب أن يعتاد اللاعبون على هذا الأمر. وأعتقد أننا يجب علينا اللعب بطريقة هجومية أكثر في المباراة. طب اسمح لي أنا أستغل وجودك معايا في طرح سؤال، يمكن السؤال الأهم بالنسبة لي فيما يتعلق بكرة القدم الهولندية. تظل أهم الأسماء، أكبر الأسماء في عالم كرة القدم الأوروبية للعبه لأكبر الأندية الأوروبية، تمر دائما عبر محطة هولندا، وتظل أهم المواهب الهولندية بتتقدم للأندية الكبيرة في أوروبا عبر بوابة أندية زي أياكس أمستردام، زي أيندهوفن، زي فاينورد الهولنديين. والمشكله الحقيقيه، هل المسؤولين عن منظومه الكره في هولندا مقتنعين بالدور ده فقط، او مكتفيين بالدور فقط، ولا في رؤيه لانه المنتخب الهولندي والانديه الهولنديه تتطور وتصبح من القوى العظمى فعليا في اوروبا؟ أعتقد أنهم يستطيعوا أن يحسنوا من أداء الفريق الهولندي في المستقبل، وأعتقد أنها مسؤولية المدير الفني والمسؤولين واللاعبين أكثر. أعتقد أن الضغط الموضوع على الفريق في البطولة كان كبيرا. أعتقد أن اللاعبين لم يكونوا في الشكل الجيد، ليس إلا، لكن تعرف الأمر يختلف عن الأندية. لما تلعب في على مستوى بطولة أوروبية كبيرة يكون هناك المزيد من الضغط.
فلم يؤدي اللاعبين بالشكل الكامل المباراة بالشكل الكافي ليفوزوا بالمباريات. إيرني براندتس طبعا نجم منتخب هولندا ونجم ايندهوفن، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى تواصلك معنا في السادسة، واتمنى الحقيقه يمكن واحد من المنتخبات اللي بتقدم كره ممتعه دايما الكابتن احمد، في منتخبات كده دي كره حلوه أكيد. لكن ما تحققش القاب، وفي منتخبات يمكن كورتها ما تكونش على درجه عاليه ومستوى عالي من المتعه، لكن زي المانيا مثلا بالظبط كده على طول تلاقيهم في المباراه النهائيه على طول ايطاليا ايطاليا من الفرق برضو هولندا تستمتع وتتفرج عليها، فرنسا تستمتع وتتفرج عليها، لكن فعلا في انديه فعلا كده في منتخبات فعلا كده تستمتع بيها وما تلاقيهاش في منصه التتويج. يا فرحتي بالاستمتاع بالظبط كده. مين يكسب، مين مرشح من وجهه نظرك انه ياخد بطوله اوروبا؟ انا بلجيكا والمانيا من الناس اللي هو طبعا لازم نقول المانيا على طول، ماتش ناري مع انجلترا بالظبط، ماتش صعب جدا يعني. ماتش صعب جدا بس كلاسيكو يعني، بس بيعرفوا يوصلوا للنهائي بيعرفوا. بس نسخه المانيا دي تقدر من وجهه نظرك؟ والله يعني بص يعني بهتانه شويه اكيد عندهم مشاكل برضه، عندهم لعيبه كبيره كتير، عندهم يعني مشاكل في الفرقه شويه طيب. لكن المانيا طول عمرها كده يعني بنشوفها على طول في النهائي. تمام نرجع مره تانية الماتش الاول ليك، كنت بكلمك على المكاسب يمكن قبل المداخله بتاعت ايرني براندتس، كنت بنتكلم على مكاسب اللي حققها النادي الاهلي من العبور من دور قبل النهائي والوصول لنهائي بطوله دوري الابطال للموسم الثاني على التوالي. بص انا عجبني قوي بعد خدنا فتره راحه كويسه قوي قبل مباراه الترجي الاولانيه هناك. تمام ست ايام دي لا وكان في قبلها كمان في راحه واشتغلنا شويه مثلا أي. موسيماني اول مره ياخد فرصه ان هو يشتغل شويه مع الفرقه تكتيك من ساعه ما جه بالظبط ده بان في اداء النادي الاهلي في المباراه اللي هناك. اول مره نشوف شكل النادي الاهلي مايل مثلا بنتكلم طريقه اللعب تحس ان مثلا بنلعب اول مره نلعب بشكل 3-4-3 لما بنحس مثلا ان وجود حمدي فتحي في خط الظهر مع بدري بنون مع ايمن اشرف في الجنب الشمال وبيسيب الحريه لاكرم توفيق ومعلول ان هم يزودوا لقدام، فدي بتقلب 3-4-3 وفي اوقات مثلا ترجع تاني معلول بيرجع ورا 4 وحمدي فتحي ايمن يضم وحمدي يطلع، في مرونه تكتيكيه في اداء النادي الاهلي اول مره نشوفها. انت حسيت ده نتيجه الفتره اللي قدر مستر موسيماني يشتغل فيها؟ انت لازم انت تيجي كل 3 4 ايام ماتش مش هتعرف تشتغل، لازم تحفظ، دي محتاجه وقت شويه، وده اللي حصل بعد فتره الراحه دي مع الشغل مع الفتره دي، فده ظهر في اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان الفتره اللي فاتت واحنا شايفين في اداؤه في المباراتين اللي فاتت الاستلام والتسليم عالي قوي في اداء النادي الاهلي في لعيبه نص الملعب في خط الظهر. بدري بنون عجبني جدا في الاستلام والتسليم، عنده ثقه، جرعه الاكسجين اللي خدتها اللعيبه برضو بتهيألي الراحة، انك انت الراحة مهمة جدا يعني الماتشات كده ضرب ما فيش شتيمه، اللعيبه مش ملحقه تاخد نفسها اكيد، هو ده اللي ظهر، وكان في هجوم قوي جدا على موسيماني، بس ده مش سببه هو، سببه الماتشات المتلاحقه من بطوله لبطوله، ودي ضريبه انك انت موجود في النادي الاهلي بتخلص بطوله تخش على بطوله اللعيبه ما بياخدش راحته. صحيح توابع ده على ماتش بيراميدز، انت بتقفل بلف دوري الابطال بمواجهه ناريه يعني كلاسيكو اعتقد ان واحد من كلاسيكات كره افريقيه النهارده اهلي ترجي اكيد، وحالتك الفنيه لاعب كره حلوه بالظبط مقدم اداء مكسب كل الجماهير يعني وده. ماتش العوده ده احنا ماتش الذهاب الحقيقه كنا مبسوطين وراضيين وميت فول زي ما بيقول، وماتش العوده الجمهور ما كانش عايز الماتش يخلص يعني أكيد. الجمهور كان عايز الماتش ايه يمتد لانه كانت الكره بتاعت الاهلي حلوه جدا. مخلص فنيا في مستوى محترم، بدنيا اعتقد الاهلي واصل لفورمه محترمه جدا، ومعنويا انت اكيد العامك كامله. بتروح الناحيه الثانيه تقابل بيراميدز يعني موسم ولا أسوأ على مستوى الارقام، على مستوى الخروج من بطوله الكونفدراليه، على مستوى المشاكل الكتيره اللي بتسمعها طول الموسم، شايف ان كل ده كل المقدمه دي تاثر على المواجهه الجايه يوم الخميس بين الاهلي وبيراميدز؟ بص ولا كل ده بره الحسابات؟ بص احنا طبعا رايحين لمشكله كبيره جدا، رايحين لمباراه متلاحقه، مباراه صعبه جدا، بطوله ثانيه بقى خلاص اللعيبه بتقفل الملف الافريقي تخش على ملف الدوري العام، الدوري العام صعب جدا، نادي الزمالك فارق دلوقتي عشان عدد ماتشات هنرجع للماتشات دي، بس احنا مشكلتنا الماتشات المتلاحقه، عندك بيراميدز، سموحه، مقاولين، مقصة اربع ماتشات قويه جدا جدا قبل نهائي الافريقي
الخوف بقى ان الاجهاد يجي قبل نهائي افريقيا. طب انت هتفكر في ايه دلوقتي؟ هتفكر في المباريات الدوري اللي انت عايز تاخد الدوري برضه، ما انت عندك بطوله مهمه جدا الدوري المصري. ما تفكرش تلعب الماتشات دي يعني. انت ان شاء الله لو كسبت ماتشاتك كلها المتاجله هتبقى فارق باربعه بونت عن الزمالك. ما تفكرش في الماتشات دي تدخل اللي كان بعيد. أكيد ترجع أكيد ده اكيد ده هيحصل. ده هيحصل. التدور ده موسيماني كان شغال فيه قبل مباراه الترجي. هيحصل ده، هيدخل لعيبه. بس المشكله بقى شايف انها طبعا مشكله طبعا، انك انت برضو في لعيبه بعيد عن الماتشات بقى لها فتره. يعني مثلا لما دخل ناصر ماهر مثلا، لعيبه جيدين جدا هتدخله، ناصر برضو بعيد عن الماتشات شويه، عايز شويه يخش في مستواه. وليد سليمان برضو، كهربا، مجموعه من اللاعبين لعيبه جيدين بس محتاجين وقت شويه في الماتشات. فانت برضو مش مستحمل، انت المباراه بالنسبه لك مباراه كؤوس، مباراه الدوري بالنسبه لك مباراه كؤوس، عايز ما تفقدش بنات، عايز تحافظ على المكسب عشان الاربعه بونت دول. فانا شايف ان الموضوع صعب جدا جدا جدا، محتاج تركيز قوي جدا جدا. وقبل كل الحاجات دي كلها موضوع الاصابات، ربنا يسترها الاصابات قبل كايزر تشيفز. خوف جدا وقلق جدا على الموضوع ده، وقلق من الاجهاد. انت عايز برضو قبل المباراه دي على الاقل عايزين خمس ست ايام مثلا اللعيبه تكون واخده راحه كويسه قبل المباراه، ولما تيجي تقدم المباراه زي عشان موضوع زي ما قلنا موضوع طوكيو، بدل ما يوم 17 تخليه يوم 14. طب دي برضو هتخلي انك تخلص الماتشات، الاربع ماتشات دول في كام يوم هتخلص؟ يعني اعتقد موضوع لو صعب سيناريو جدا. 14 ده لازم مباراه تتاجل، لازم واحده بالظبط. يعني لازم، ما هو الاهلي يعني مش هيقدر يعمل كل حاجه. هو ده يعني اللي بتكلم عليه، محتاجين لازم يبقى في تفهم لده انه الاهلي بيبدر ماتشاته عشان يقدر منتخب مصر يلعب بشكله طبعا بالظبط كده. فلازم اعتبار لده طبعا، اتحاد الكره لازم يقف جنب النادي الاهلي في الموضوع ده، ودي حاجه برضو للنادي الاهلي ومصر كلها ان يلعب في افريقيا. البطوله اللي هي بتاعت افريقيا دي مش بطوله للاهلي بس، ما انا بتكلم كده. مصر يعني دي بطوله طبعا اكيد لمصر. اكيد اكيد. فاحنا داخلين في مشاكل في 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 الفرقه، ومباراه صعبه جدا، ودوري صعب جدا. ما توصلش المشاكل ان شاء الله. لا مش قصدي، انا خايف. انا خايف من الاصابات، هي أيوه. النقطه اللي بتكلم فيها. لا النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي قادرين على يخشوا اي بطوله يحسموها. انا بتكلم انا خايف بس من الاصابات. فاتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. هرجعك لبيراميدز تاني بس، وانت في كلامك كده يعني في سياق كلامك عن النادي الاهلي بس، مش على بيراميدز. هرجع للماتش ده عشان عايز اتكلم عن الماتش ده تحديدا معاك. بس اتكلمت على ناصر ماهر، وانت اشتغلت مع ناصر في سموحه. ناصر وصلاح جه برضه شويه بالظبط. وصلاح بيتهيألي جه ابتدى محمد عبد المنعم برضه من اللعيبه الجيدين جدا جدا جدا. بسمع يعني كتير جدا بيشوفوا انه مستقبل واحد من اللعيبه اللي ممكن يبقوا نجوم كره مصريه يعني بالظبط. بس هبتدي بناصر شويه، لانه ناصر حظه كان وحش، تألق مع سموحه، تألق مع ما نسالوش بطوله افريقيا، واحد من اهم عوامل مكسب بطوله افريقيا المنتخب الاولمبي بالزبط. كان ناصر ماهر الحقيقه. حتى الماتشات الوديه اللي لعبها، فاكر كان في ماتش كان في دوره مجمعه كده السعوديه باين كان مع لا انا شفت له ماتش مع البرازيل هنا في البرازيل. لا ماتش كان حلو جدا، كان قدم اداء، لكن حظه مع الاهلي طبعا والاصابه بعدته شويه. ناصر يرجع ازاي؟ يعني شايف ناصر، لو انت بتكلم ناصر او ناصر ماهر سامعك دلوقتي، لانه واحد من المواهب الحقيقه المبشره جدا. ناصر من اللعيبه الجيده جدا جدا، وصاحب شخصيه في الملعب. يعني لعيب ممكن يقود فرقه، وهو ده فعلا لما بيروح اي انديه بيطلع اعاره فعلا، بيبقى هو رقم واحد في الفرقه. لما طلع سموحه، لما طلع بتروجيت، وهو عارف ده كويس. فلما بيجي النادي الاهلي مشكله، بيبقى دوره بيبقى ممكن يعني شويه هو ناصر بيتضايق من القصه دي. ناصر بيحب يكون موجود في الملعب. شخصيته كده، في لعيبه كده ما تستحملش ان هي تبقى بره الملعب. ولما بيبقى متعود انه يعني اللعيب بيبقى متعود، اي لعيب بيجي النادي الاهلي طبيعي جدا انه يبقى نمره واحد، كان او أكيد. كان نمره واحد في فرقته اكيد. لكن لما يجي يلاقي نفسه برضه بياخد وقت شويه قبل ما يخش في التيم. لما تيجي فرقه شوية. لما تيجي فرقه كلهم نمره واحد بالزبط. بتبقى قصه صغيره بالظبط. ومشكلته برضه الاصابه الطويله اللي حصلت له في كتفه دي اخرته كتير جدا. محتاج وقت بقى. فانت مستر موسيماني برضه غصب عنه عايز، لما بيجي يدي لحد عايز حد رجليه في الملعب. فناصر الاصابه دي بعدته شويه، محتاج شويه اكيد هياخد في الدوري الفتره الجايه، دوره مهم جدا. مع برضو صلاح محسن، صلاح برضو من مهاجمين صلاح جدا. نور الموسم ده مع الاهلي يعني. صلاح الست شهور اللي اشتغلهم في سموحه السنه اللي فاتت طبعا زودت من مستوى جدا، كان محتاج ماتشات كتيره جدا، وده اللي حصل. وهي دي فايده الاعاره.
فتره الاعاره النادي الاهلي انك تطلع لعيب اعاره دي مهمه جدا، بيرجع لك لعيب جاهز وخد الماتشات مرجعه واقف على رجليه. ده حصل ده مع صلاح محسن وبدا ليه دور دلوقتي، اذا كان بيبدا ماتشات اذا كان بينزل بديل بيبدا يجيب جوان. وانا اتكلمت معاه السنه اللي فاتت واحنا في سموحه لما جانا قلت له صلاح انت لعيب يعني لازم تكون ليك دور اساسي في فرقه النادي الاهلي، لازم تركز شويه، لازم يكون تركيزك اعلى من كده، وجودك في النادي الاهلي غير وجودك في اي نادي تاني. النادي الاهلي مش بيلعب بطوله بس يعني زي اي انديه في مصر، احترامي طبعا كل الانديه اذا كانت سموحه اذا كان اي نادي بيلعب دوري بس، لكن انت في النادي الاهلي دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم انديه وحاجات كتيره جدا، لازم يكون تركيزك اعلى، ولازم تكون في وسط نجوم النادي الاهلي، لازم يكون تركيزك برضو قوي عشان تقدر تخش تشكيله. بس هو مقدم نص سيزون هايل او ثلاث اربع سيزون يعني محترم جدا. لا وصلاح عنده كتير عنده احسن كده بكتير، وبيتهيالي انه كميته مع مستر موسيماني ظبطت بشكل مستر موسيماني. هو صلاح من اللعيبه اللي محتاجه تتعامل نفسيا، يعني عايز المدير الفني يحسسه ان انت ليك دور، فما يحسسه ان ليك دور دي تركيزه بيبدا يعلى، لما يحس ان المدير الفني بعده شويه. هو لغايه دلوقتي ما اتكلمناش، فاحنا يمكن اتكلمنا على الاهلي، انا عايز اتكلمني على بيراميدز، لانه كمان بيراميدز بالنسبه لي عندي استفهام كبيره جدا، مش قادر افهمها، يعني مش قادر افهم التركيبه دي التشكيله دي وازاي تكون المردود كده. لسه من اسبوع بالظبط كنت في برنامج وتسالت نفس السؤال بعد الماتش. الاجابه بقى بعد هسمعها منك بعد الفاصل. ماشي اوكي. الشيء المثير للدهشه انه في الوقت اللي الاهلي ماشي فيه اون تراك زي ما بيقولوا، ماشي فيه خط زي القطر، مفيش بطوله بيدخلها الا ما بينافس على لقبها، مفيش ارقام مرتبطه بالاحصائيات وبالقدره على السيطره والاستحواذ وصناعه الفرص الا ما تلاقي النادي الاهلي دايما متفوق، مش بس محليا، لا محليا وقاريا وعالميا. ورغم كده دايما سهام الانتقاد او النقد موجهه للنادي الاهلي. في وقت بتشوف مثلا فريق زي بيراميدز ده بيضم كوكبه من النجوم منتخب اهلي وزمالك، يعني انا ممكن اعد حضراتكم مثلا خمس ست اسماء كانوا نجوم في فرقه الزمالك وخمس ست اسماء كانوا نجوم في النادي الاهلي، وكلهم دوليين خبرات وتراكمات وبطولات وانجازات، لكن بفانيله بيراميدز المحصله لا شيء. عشان كده بيبقى بالنسبه لي غريب جدا فكره انه ازاي ده ما حدش بيتكلم عنه، ازاي ما حدش بينتقده، ازاي ما حدش. طبعا انا فاهم ان الاهلي تاريخه جماهيريه وشعبيه وانه اي خبر واي كلمه صغيره بتتكتب عن النادي الاهلي ملايين بتتابع، لكن الناحيه الثانيه مين هيسمع ومين هيتفرج ومين هيشوف ومين هيدفع؟ ما فيش طبعا. مره ثانيه اهلا وسهلا كابتن احمد. كنا بنتكلم على بيراميدز قبل الفاصل وقلت لك بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا محليا وافريقيا، النتائج مخيبه للامال رغم انه بيضم يعني كتيبه محترمه من الاسماء والنجوم. نتكلم نقول الحدوته الاول من الاول، ازاي فرقه بيراميدز دي كونت والمشاكل اللي انا شايفها. انا هدخلها مثلا الاول اتكلم عن النادي الاهلي في نقطه معينه وهرجع لبيراميدز فيها. اتفضل. النادي الاهلي عنده مجموعه من النجوم برضو كبار جدا، تمام، بس عامل حاجه كويسه جدا اداريه. ايه هي؟ عامل فئه اولى ماديا وفئه ثانيه وفئه ثالثه. لعيب الصغير بس بياخد فئه ثالثه، ما بيشد نفسه يلعب عدد مباريات معينه يطلع الفئه الثانيه، الفئه الثانيه دي لما بتلعب عدد مباريات معينه يوصل للنجوميه معينه. عايز توصلني لقط اللبس يا كابتن احمد. موضوع اداري بحت. ده في مشكله في بيراميدز تكوين الفرقه، وناس بتاخد ارقام معينه وناس تاخد اقل بكتير، وناس جماهيرين ونجوم كبار جدا ولاعيبه اقل، وكله بيبص لبعضه وده واخد كذا وده واخد كذا. دي مشكله اداريه بحته في تكوين الفرقه. زائد السنه دي كمان لما جبت مجموعه من اللعيبه دخلتها زي رمضان صبحي زي شريف اكرامي برضو ارقام كبيره جدا. اللعيبه اللي موجوده حتى كنجوم زي عبد الله السعيد زي اريك تراوري زي جون انتوي، غير لعيبه الزمالك علي جابر وعمر جابر ومحمد فاروق، اسامي كبيره جدا يعني. برضو لما يجي لعيب زي رمضان وياخد رقم معين وهو بياخد اقل منه ايا كان نجوميه رمضان وجاي من النادي الاهلي وجاي من هال سيتي، كل الكلام ده بتعمل انت عارف الغيره. فدي مشكله في الاول اداريه بحته. ازاي اتغلب على يعني انت شايف انه الماده هي السبب أول حاجة. الاول في 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 حاله الاخفاق اللي حصل على مدار موسمين كموضوع اداري ازاي ادير الموضوع ده مهم جدا. اللي بنسمعه من كلام كتير من النجوم انه حتى مثلا يعني كان في تصريح شهير لرمضان انه راح عشان عنده طموح انه يعمل حاجه، فبالتالي انا فاهم كويس قوي انه
جزء كبير من قرارات اللعيبه اللي قررت انها تلعب لبيراميدز مبني على المقابل المادي، ده شيء طبعا منطقي ومشروع أكيد جدا أكيد. لكن في النهايه في طموح انك انت تعمل لاسمك حاجه، يعني انت في النهايه لعيب دولي، عندك امكانيات، عندك رغبه في انك تحقق بطولات. الكره مش فلوس وبس، ولا انا فاهم غلط؟ لا بص، هو اختار ليه بيراميدز، اذا كان رمضان اذا كان او غيره او غيره، مش عشان اتكلم مثلا ما نقصش على اي حد، اختار ليه؟ لان اول حاجه افكر فيها الماده. لكن مع احترامي طبعا لبيراميدز، تحط مقارنه مع النادي الاهلي في اي حاجه هتلاقي كفه النادي الاهلي. انا ابدا مش بقارن، بس انا بحاول افهم. لو حطينا انا بحاول افهم، انا بتكلم ان هو وصل لكده عشان موضوع مادي بعيد عن الاهلي. طب ما هو وصل في النسخه اللي فاتت لنهائي كونفدراليه بالظبط، والسنه دي وصل لقبل نهائي وما عندوش يعني اي لعيب كوره. انت لو جبت حد من يعني من الناس اللي بتلعب كوره وحطيته في بطوله افريقيا، طبيعي جدا من غير ما تقول له امضي وخد فلوس، طبيعي جدا يبقى عنده رغبه اكيد عايز يجيب البطوله. انت لو بتلعب في الشارع مع اصحابك، عايز تكسب دوره رمضانيه، عايز تكسب الرغبه دي تحسها مش موجوده او موجوده بس لا، هي موجودة بس كل واحد مع نفسه. بمعنى فريد بيراميدز بتفكرني، مع احترامي طبعا ليهم، طبعا انا مش بقص عليهم، بتفكرني زمان واحنا صغارين رايحين نلعب في الشارع، كل واحد رايح يلعب، يا جماعة تعالى عشان نلعب، تعالى نجمع بعض وننزل الملعب نلعب مع بعض. شخصية المدير الفني مش قوية مع اللعيبة، مش قوية كخناق او زعيق في اللعيبة، لا شخصية في اداء اللعيبة، في طريقه لعب مع اللعيبه. اللعيبه هي اللي شخصيتها اقوى من المدير الفني في اللعب، يعني كل واحد بينافس اللي في دماغه. تيجي تتفرج على بيراميدز، نجوم كبار جدا بس كل واحد بيلعب اللي في دماغه، كل واحد بيأدي فكره هو. مفيش ربط مثلا بنص الملعب، بخط الظهر، بالمهاجمين، بحراسه المرمى. فرقه كاسامي كل واحد فيهم لو لعب في نادي يبقى هو نجم الفرقه. عايز تتغلب على النقطه دي كنت لازم تجيب مدير فني كشخصيه قويه جدا، او كمدير كوره. سنتين ثلاثه دول يا كابتن احمد، يعني ما بين محلي مدربين مع مديرين فنيين من مصر، يعني مصريين واجانب، اكيد جابوا مدرب كتير جدا كتير جدا، ما فيش حد من دول. بس المدير الفني السنه دي موجود من اول الموسم، اروى بارينا موجود من اول الموسم بس انا شايف ان هو مش قادر، ملوش بصمه. تاثير ده على اللقاء المنتظر بقى، فرقه خارجه من بطوله افريقيا مع فرقة وصل نهائي دوري الأبطال، فرقة بتترنح في الدوري وبتخسر ماتشات كتيرة جدا ومش محققة يعني حتى فكرة أنك أنت تبقى مركز ثالث ورا الأهلي، بالنسبة لها معاناة شديدة جدا ورا الأهلي والزمالك. فرقة موسم بتاعها مش مستقر إلى حد كبير، مع فرقة فرصها في تحقيق كل الألقاب والبطولات واضحة. هل حضرتك شايف انه كجمهور دلوقتي، كمشاهد ومتابع ومشجع، شايف انه ماتش الاهلي وبيراميدز تنطبق عليه او تاثر عليه المقدمات دي، ولا هنشوف كوره 90 دقيقه مختلفه تماما عن مقدمتها؟ بص، من ساعه ما تم تكوين فريق بيراميدز، مباراه بيراميدز والنادي الاهلي ليها طبيعه خاصه، بقت زي مباراه الاهلي والزمالك بالظبط، مع طبعا الفرق طبعا جماهيريه نادي الزمالك وجماهير طبعًا. لكن اعلاميا وكان في تفوق في الاول لبيراميدز في بعض الماتشات، فدي خلت الصراع بقى قوي جدا. غير بيراميدز، اي مباراه اي فريق بيلاعب النادي الاهلي ايا كان في مشاكل، حتى الترجي قبل المباراه كان عندهم مشاكل كبيره جدا، بس قبل المباراه بيلم كل اي فرقه. يعني كان لسه كنت بتكلم في النقطه دي مع اصدقائي، ان كابتن طارق سليم الله يرحمه كان ليه مقوله بيقولها لنا على طول، واحنا عندنا مباراه، بيقول لك يا جماعه احنا عندنا مثلا مباراه. كابتن طارق كان مدير كوره معاكم؟ كان مدير كوره في الوقت ده. كان مثلا بيلعب فريق والفريق ده نسمع عنده مشاكل وفي مش عارف ايه، وعندهم ما بيقبضوش وعندهم فكان بيقول لنا مقوله شهيره جدا، يا جماعه اي فرقه جايه تلعب النادي الاهلي كل المشاكل دي بتتحل قبلها. اللي متخانق مع مراته بيصالحها، والله بجد كده، واللي بيزعل والدته بيروح يبوس ايديها، واللي بيخاصم اخوه يروح يصالحه، كل المشاكل بتتحل قبل مباراه النادي الاهلي. لان مباراه النادي الاهلي دي كان زمان كمان مش كل المباريات بتتذاع، مباراه النادي الاهلي ضد اي فرقه، فده بيبقى اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بالنسبه انت بتقصد مش كل الماتشات بتتذاع اللي هي بره ماتشات الاهلي والزمالك، الاهلي بس يعني كان ماتش الاهلي لازم ما دام الاهلي طرف او الزمالك طرف الماتش يعني المحله مثلا والاهلي، مباراه الاهلي والمحله لازم تتذاع، ما كانش بتذاع مثلا المحله والمقاولين، لا ما فيش حاجات من كده، مش كل الماتشات. فبتلاقي كل الانديه جايه تلعب النادي الاهلي، تركيز قوي جدا، وده اتزرع خلاص، بقت خلاص دلوقتي موجوده. وبيراميدز كمان
طبيعة تكوين الفرقة والفرقة فيها نجوم النادي الأهلي وإعلاميا مواضيع كبيرة بالنسبة لنجوم النادي الأهلي، وطبعا لعيبة النادي الأهلي دي اللي موجودة دلوقتي في بيراميدز عندهم دوافع قوية جدا ليثبتوا لنفسهم لا احنا اخترنا صح، احنا سيبنا النادي الأهلي لكن لا احنا برضو احنا عايزين ننجح الفرقة اللي احنا رحناها. في المقابل طبعا لعيبة النادي الأهلي ما بتفكرش في كده، دي أهداف كل واحد بيفكر في نفسه، لكن النادي الأهلي بيفكر أهداف كتيم، كأهداف عندنا بطولة مهمة جدا الدوري العام عايزين نمشي فيها زي ما مشينا في بطولة أفريقيا، فمباراة صعبة جدا جدا. بيراميدز ما عندوش حاجة يبكي عليها، خلاص خرج من أفريقيا عنده مباراة الدوري هيبدأ يفكر إن هو عايز يوصل على الأقل مركز رابع عشان يخش بطولة أفريقيا السنة الجاية، لكن هو بعيد خلاص عن المنافسة، بعيد عن المنافسة، بس المباراة دي بالذات دي منافسة لوحدها، دي بطولة لوحدها، بطولة لوحدها ومنافسة لوحدها، موضوع منتهي يعني لو حد يتكلم فيه معروف، المباراة تبقى صعبة جدا جدا. بس في ثقة، احنا شايفين في ثقة في أداء النادي الأهلي، في أداء لعيبة النادي الأهلي عندهم ثقة دلوقتي، نلعب أي مباراة إذا كان المنافس أيا كان المنافس بنلعب بشكل، المنافس بيلعب بطريقة احنا أدائنا وطريقتنا ليها شكل معين نلعب بيه بأي فرقة، وان شاء الله انا شايف ان شاء الله المباراه مكسب باذن الله ان شاء الله. بعين المدرب مين لفت نظرك في فرقه الاهلي في الفتره الاخيره؟ طبعا اللي لفت نظرك نتكلم على اول واحد بس عشان كان بعيد ودخل اكرم توفيق، عشان لما تلاقي يكون عندك لعيب بديل وتيجي تلعب ويظهر بمستوى جيد دي بتفرح اي مدير فني يعني ان هو بيقولوا على تلعب على قد المسؤوليه. تمام. فعلا اكرم قدم مبارتين وطلع اكبر من المسؤوليه الحقيقه بالظبط يعني هو عدى المسؤوليه بشويتين لكن في ناس في اداء النادي الاهلي عاجبني جدا ما شاء الله زي بدر بنون من الناس اللي بدر. مستمتع بيها جدا جدا في اداء النادي الاهلي والسهل الممتنع حاجه لو جميع النادي الاهلي فعلا ركزت مع بدر بنون هتلاقي لعيب شكل لعيب جديد فعلا اداء جديد مدافع بطراز قلبي وبهدوء ومعلم بالظبط صراحه يعني فعلا. وطبعا قفشه من الناس برضو اللي لها دور مهم جدا في هجمات النادي الاهلي موسيماني اشتغل على قفشه محمد شريف موسيماني والله انت اخترت اسمين شريف وقفشه اكيد بيتهيألي ان الاثنين دول مع موسيماني كمان في شغل مدرب بصمه مدرب واضحه عايزين برضو نتكلم في نقطه مهمه جدا في الاول عدم اقتناع مستر موسيماني الاول محمد شريف وكانت جماهير النادي الاهلي تقول طب ندي محمد شريف ندي محمد شريف وفعلا دي بقى دور اللعيب البديل انك انت لما تاخد الفرصه تمسك فيها وده اللي حصل محمد شريف كان بعيد الاول وكان مستر موسيماني كان لسه بيديله شويه في شويه لغايه باثبت نفسه وقال لا انا استاهل مهاجم رقم واحد في النادي الاهلي وفعلا دلوقتي محمد شريف مهاجم رقم واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله لفترات طويله لو فضل على هذا المستوى ان شاء الله. اسالك بمناسبه انك برضو كنت ماسك سموحه لازم اسالك على احمد عبد القادر واحد من اللعيبه اللي عاملين سيزون محترم جدا وجماهير الاهلي بتشكر في مش بس جماهير الاهلي الحقيقه كل المتابعين والمحللين يعني والناس المتخصصين بيشكروا جدا في مشاركه احمد مع سموحه السنه دي. رايك في احمد ايه وبتشوف انه ياخد تاني بره ولا ان الاوان انه يرجع السيزون اللي جاي؟ احمد عبد القادر لعيب جيد جدا وعجبني مستواه جدا وشخصيته في الملعب بيفكرني لو ما اعرفش الناس ممكن تكون فاكره وليد صلاح الدين لان وليد صلاح الدين كان جيلي كان جيلي وانا بلعب انا ووليد واحنا عندنا 12 سنه في النادي الاهلي وليد بدر تجيل هادي ووليد واحمد ايوب اللي طلعنا في الملعب ايوب طبعا عنده شخصيه في الملعب عنده هدوء عنده مهاره ودي بتشتغل في المركز رقم 10 دي بيبقى حاجه كويسه جدا بس انا مش عايز احمد عبد القادر يرجع ويقعد فاتمنى ان هو يكمل سنه كمان لانه احمد مع دي اول عاره ليه ما طلعش مثلا المواسم الثانيه لكن ناصر ماهر مثلا قبل ما يجي النادي الاهلي طلع له موسمين ثلاثه اشتغل عاره فدي زودته لكن مش عايزين نستعجل عليه نديله فرصه كمان موسم ويبدا يرجع لان عندك برضو انت وجود قفشه في المكان دوت خلاص صحيح. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي هنفتح صفحه الدوري والحمد لله ماتشات يعني مش هنبعد بعيد عن قوه المنافسه عندنا اربع ماتشات عيار تقيل وكل ماتشات الاهلي بتهيألي لغايه نهايه السيزون هتبقى ضرب نار قلت لحضراتكم حتى الفرق اللي بتصارع على الهبوط وبتصارع على النقطه هتيجي قدام النادي الاهلي ولازم هتحجر يعني ده شيء مفروغ منه نتمنى ان شاء الله الاهلي يقدم كره حلوه ربنا يحمي فرقتنا طبعا من الاصابات والاجهاد عندنا كل اسبوع ماتشين زي ما اتفقنا
ولغايه ما نوصل ان شاء الله نهائي دوري الابطال ونبقى حققنا اهم هدف السيزون ده ووصلنا للنجمه العاشره والتتويج بدوري الابطال. بشكر طبعا كابتن احمد عبد الفتاح، ضفنا النهارده في السادسه، شرفتنا ونورتنا. اشكرك على وجودك معانا كابتن احمد. متشكر جدا، وان شاء الله اتمنى التوفيق للنادي الاهلي للمباراه القادمه ان شاء الله. وباركت لك على الوصول للنهائي ان شاء الله. أكيد. المره الجايه نتقابل اكون ببارك لك على التتويج باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل زي ما اتفقنا كل يوم في نفس الميعاد السادسة بتوقيت القاهرة. تحياتي لكل جماهير النادي الأهلي.